حرق ترمونك، حرق، يلا بنحرق، بنحرق كيفك حرق، حرق اطلع حرق حرق. حرق، سبويلر سبويلر والله سبويلر، والله نار كيف نار، حرق كيفك حرق. راح نحرق عليك، ترى راح نحرق. نكمل الحين بالاحداث. خلينا نتكلم انا اول شيء عن الشغلات التقنيه اللي شفتها. انا شفت صراحه الانتاج وشغلات التقنيه كانت صج في جنب لا غبار عليه، اي كان في جنب واضح وفنان. الشغل اللي صار بالاستديو صراحه قوي من ناحيه الافكتس والسوالف هذه عن قبل. طبعا تحس في شغل، اي اقوى من قبل، اقوى من قبل، تحس مشتغلين يعني. حتى كمبيوتر سبايدر مان نفسه مو واضح نفس قبل، يعني ما تصيده الحركه صح بالذات الدكتور سترينج وشون المدش. انزين انا اول ملاحظه مو عشان هالفيلم ولكن بشكل عام، ليش الناس تقلب على الواحد بسرعه؟ ليش لهالدرجه احنا مخاخنا صغيره؟ والله جد يعني هي واحد جاي يساعدنا تشك بوم، هذا حقير تعال خذ دقه. ليش؟ طبعا هي صارت مصيبه، هي فعليا بالنسبه للمصيبه طاحت على بيتر باركر. طبعا اي ان الشوم يعني انت شوف بيتر باركر عندك سوبرمان والفاله تهمه باتمان كم مره بيسيدونه صار انتي هيرو، فتكنيكلي سبايدر مان بهالمكان تحول الى شنو؟ انتي هيرو. انتي هيرو ايه؟ تحول انتي هيرو صح. لان الناس تبي تقبض عليه لان انت قاعد تكسر المكان. زين ما تقولون ان المجرم هو اللي كسر؟ او ذبحت. زين لحظة، لما الشرطة احنا يقبضون على المجرم ما راح يطلقون يخربون المكان؟ تعالنا بنقبض عليك ان كسرت المكان. شلون؟ تحس شيء غلط. وانه ذبح بستيريو، هي الفكرة انه سوى جريمة. شلون؟ اوكي واحد توهم عارفينه يومين ثلاثة وواحد اي مو هذه هي. زين؟ هذه مرة ثانية هذا مو عيب، قاعد اقول لكم ليش الناس كذي تفكر؟ ليش دائما حتى باتمان ثاني ترى اي طبعا فيلم واتشمان يعطيك اياه دارك مره واحده. الهدك الزايد ترى شفت الدرونز اي انه يعني هذول ما يعني اكتشفوا الشرطه ان هذول ما ستارك هو استعملهم استعملهم اي فكنا هو اللي سوى هذا كله عرفت؟ سوى فيلم اي كنا هو اللي جاب الدرونز تشك بوم سوى فيلم اي مو كنا منقذهم. فتحس دائما لما تكون في مصيبه تلقى في جهتين، هني تحس كل الناس كرهتها إيه؟ ما في شيء يدافع عنه، شويه ناس بسيطه صغيره اللي هي يعني ما تطلع معاه الباد المزيد. لو تلاحظ انت كل ماسكين لوحات سبايدر مان اكس سبايدر مان اس ما شفت الفئه الثانيه الزينه اللي معاه عبيطه ما اي ما شفتها فما ما شفت على المظاهرات لا تعالي خربوها ما طلعت حسافه هذه. هني تذكر شخصيه اللي ليش حاطينها هذه واحده من النيجاتيفز فلاش. يا الله يا ابي ممثل ما عارف يمثل مو عارف يمثل يا بينا عبيط عبيط كل هذا عشان لازم ندخل كل الجنسيات في فيلم واحد يعني مو فاهم انا مليق مليق اللهم. الملاحظه اللي طقوا فيها ربعنا يعني شركات ثانيه فلاش بوينت ايه يعني ما صدنا الحركه. طبعا في ناس ما مو شغلهم سوالف فلاش بوينت اللي هو الكوميك المشهور مال فلاش دي سي ففلاش بوينت بس الشخصيه فلاش هذا يا بوي مقارنة بالاولاني طبعا ما ينجرع كلش ما في لقطه انت وريتني اياها من ساعه ان بيتر باركر لما انحاش مع ام جي اللي هي ميشيل جونز مقطع كامل مقطوع ما ينجي اي تعرف اللي بالسينما احنا انا شفت انه هو دخل على عمته او لربته مع هابي وبس اي بالسينما ما طلع الموضوع دقيقه كامله مقطوع ان شاء الله شيء كذي طويله اي انه وسين سرعدين ها ترى كان وسين ممكن ينقص شغلات بسيطه ما ادري ليش قطعوها قطعه كذي قهر تعرف كنا يقول قص هذا هذا زين لحظه قص شوي شوي دخل دير ديفل ام سي يو هل في تلميح عرفنا ان ام سي يو المسلسلات والافلام ساحين على بعض حلو خلصنا فهل في تلميح على قولتك ان دير ديفل دش مع سبايدر مان؟ ما ادري الحين بيتر توهق ملجأ الوحيد الفكره اللي صارت عنده موقع اللي ينقذني دكتور سترينج دكتور سترينج لانه يعرف انه لا خبره بالموضوع عنده باور واقرب واحد يمه ساكنين بنفس المنطقه صح. وهو عنده فكره بالموضوع اسماجيك يمكن صح. يقدر يساعده بالموضوع دكتور سترينج طلعونه كنا ما يفهم هو المفروض يكون فاهم هو بالانجليزي يسمونه كاكي انه ما عنده مشكله اي عادي انا اقدر اتحكم انا اقدر اتصرف لأن الكلب قدر يعني ما تقدر تلومه قدر زين فعقبها ليش فعقبها لما سوى هو السحر هني اشتغل الطفولي سبايدر مان لان الحين هو طفل قدر يستوعب انه لازم نعالج الموضوع بس هو قاعد يزعجه بالماجيك وكل شوي قاعد يسوي شفت الدوائر كل شوي عالم كل شوي عالم كل شوي بوابه كل شوي بوابه يعني مو عالم كانه بوابه بوابه لين صار خمس مرات
هني نعست الدنيا وشفت شلون الناس انزعج انزعج قاعد يتكلم وايد وطلع من المود فالماجيك اختار يا بس كل شيء بصوب لما يقول له دكتور سترينج الحين انت يا يلي بغيت امسح كرامه البشر عشان خاطرته ما رحت حق حتى ما كلمته حتى ما كلمت الجامعة عماده ما رحت لهم كلم قبل يا يبا ما يصير ممكن غصب عليكم بالقانون إيه انك ما حاولت ما حاول ما حاولت فحسينا ان صدق هذا يا هل ما راح يكبر بالضبط يعني انا قاعد يعني صح تعرف كلامه صح دكتور سيد والله كلامه صح انت تنصدم هو حس بالغلط طرده برا يطلع برا الباب شو سكر اطلع زين عقب طبعا شفنا المقطع لما يطلع على دكتور اوكتافيوس زين ان الحلوه كانت اللقطه ان بيتر باركر ويطقه ما شنو يطلع مو بيتر باركر, بيتر باركر. زين فاحنا هنا نذكر موضوع النانو شين التكنولوجي ان سبايدر مان التكنولوجيا مالته وايد اوفر يعني هذه ايرون مان ردينا على شخصيه آيرون. ليش سبايدر مان ما يطلع من ظل ايرون مان متى يطلع متى يصير ايكونيك كاركتر سبايدر مان لا شخصيه بروحه ماله لما الحين ما في احتمال لما الحين هو قاعد يعتمد على تكنولوجيا اوفر سبايدر مان مو كذي هذا سبايدر مان 2099 هذا شيء بالمستقبل يمكن فهذه بالنسبه لي انا كان يمكن هذا عشان تخدم القصه بس انه يلا عاد بس بعدين راح نشرح او نوصل هذا الحين ولا حرك مقطع جرين جوبلن اي جرين جوبلن لما حدث القنبله كان دكتور سترينج اوكي اي هذه اللقطه انه هني هني اول شيء قاعد اقول هذا شنو دش بعالم خيالي جرين جوبلن استوعبت ان دكتور سترينج سحبهم قطعهم بالسجن او وات ايفر هذا بس غريب ان دكتور لما سحبهم كان ساحب معه ترى اوكتافيوس ساحب اوكتافيوس ولزت معه اي زين ايش ما سحب جرين جوبلن كان موجود نفس المكان لا يمكن لأن أكتيفيوس لأن هذا كان يطير بعيد ما كان يمه ما في يعني محيط معين حسيت إنه مو مفهومة يعني بس أنا يعني استغربت منها يعني فما لاحظ صح ممكن بس يمكن ما أقدر أسيده لأن هذا يتحرك سريع هذا ثابت ممكن قبض عليهم راح جاي فهمه إنه لازم نردهم كلهم أنت السبب إن خليت كل واحد يعرف اسم بيتر باركر يدش بهالعالم صح زين فإحنا لازم نعالج الوضع تجيبهم كلهم وردهم فأقول أوكي أنا معك طبعا لما الحين هو ما عنده التفاصيل كلها هذه مساعده لحين ما عنده التفاصيل انه راح انهم ميتين وما ادري شنو عطاء زين بس عطاء هي هذه الجديده تقبض عليهم ايه هني لما شنو كتبوا تكلموا مع اكتيفيوس اللي هم الثلاث الكوكبان ثلاث الكوكبان هني بلشت واحده من النقاط السلبيه اللي انا ما احبها بعالم مارفل بشكل عام النكت الطفوليه اللي ما له داعي حتى لدرجه اللقطه لو اقدر احطها بس لانه لايسنس ما اقدر احط له يعني شق من سون هو انستغرام يحب اي حد شيء يحطه يمسحه فما اقدر احط المقطع ولكن المقطع اذا واحد شاف الفيلم اللقطه الثلاث الكوكباني اللي ام جي وبيتر باركر وفي جانيت يضحكون على دكتور اكتيفيوس عشان اسمه كنا اخطبوط لا والضحك حتى وايد والضحكه مفتعله يعني مبين انه فيك يعني يعني كمان كنا يم ربعي خلنا نزعل ايه ها بالضبط هذه مو حلوة مثل ما قلنا بالأول فيديو إن الدعاية ما في الفيلم بشكل عام يعطينا نظريات ولكن بعدين صح. غير نظرياتنا صح. فهني أقدر أقول مرة ثانية إن لما وليه هالمكان بالذات لأنه ليهني إحنا حسبانا في فيوتشر سبايدر مان which is not معنا في لقطة لاحظتها البدلة يغسلها من شيء أخضر أنا شيء أخضر ما أدري ليش هالأخضر ظاهر يعني هو صخ وخلاص يمكن اخضر ما في شيء حتى اخضر دعم فيه وسوى شيء تعرف كنا حسيت انه شنو حسيت انه بيسوون كانوا شغله بالفيلم كان يسوونها كات فهمت الفكره غير قابل على اخر الموضوع شيء انت فهمت قصدي يعني صار شيء وخلاص ما قدروا يمسحون مشهد اذا واحد لاحظ اللقطه ويعرف نظريتها مو يقراها او عنده نظريه او عنده نظريه او عنده اكتب بالكومنت يعني بنرجع يعني حتى البدله سبايدر مان عباره عن توني ستارك بدل توني ستارك قول هذه البدلة خام لا خل خام قول خام أنا قاعد أتكلم على التكنولوجيا اللي كان موجود ايه؟ زائد فكرة حتى أيرون مان ايه؟ ما كان يقدر يسوي شيء بماسك سبايدر مان يعني في كاميرا أو ليش حاط أو ليش حاط التليفون كذي بالذات تذكر أنت تذكر أنت توني كان حتى عنده شغلات نظارة شيء يلبسها كل شيء عنده والله وايد شغلات والجهاز أوريدي موجود يتحكم موجود بالشقة يقدر يسوي أي شيء يعني زين شنو الشغلات زين وهو عند دكتور سترينج ما عنده ولا شيء فهذا حسيته وايد شيء لا مو بشيء حتى لو تلاحظ قطعت شنو هذه فكرتها ترى مال ايرون مان ما يتبع لي فهمت الفكره شلون؟ يعني اهم شيء يدورون على ايرون مان ما ادري ما يتبع لي بس انه مو حلوه
ولكن لا نطلع برا. الكترو تعدل تعدل وايد وايد تعدل وايد. صح حطوا له شنب وشعر صح صح. لان الجزء اللي قبله ما كان شنب لا لا كان كان سيء كان سيء جدا. زين إيه؟ انت هني سالتني سؤال عنه انا اعطيتك اجابه صح. ولكن لازم نفهم الناس ان الموضوع غلط صح. فقول شنو كان السؤال؟ لا انت قول اجابتك. خلنا نعكس على طول عشان خلنا نقول لهم. لا 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 انت قول السؤال عشان اعطيك الحل عشان ابي اذا واحد منهم يعرف الاجابه يكتبها تحت. اذا هذا انا اعطيك الحل. يلا قول. نسيت السؤال. السؤال اللي كان ببالي إيه؟ اول ما استغربت من الحين إيه؟ انه قال ان الكهرباء هنا غير او احس انها احسن. مخي قفل عشان اقولها هي كهرباء. انا بالنسبه حقي شنو علاقته؟ شنو علاقته؟ بس 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 لاحظت اللون وش ما نتذكر ما نلاحظ بالقوة صح. بس نتذكر انه كان لونه لا زي. هو احنا نلاحظ بس بالقوة. احنا المتصيدين احنا نلاحظ الالوان. احنا المتصيدين انه اميزنج كان ازرق هني كان اصفر الكهرباء. هو قال انه ليش الكهرباء هني مختلفة؟ صح تغلط. ما في اي معلومة من اللي شفناهم بالافلام صح. تذكر ان كهرباء هذا غير عن هذا. مايلز مورالز تذكرت كذي؟ لا ما اتوقع ما في. لا هذه المعلومه انا اعرفها عن طريق دي سي بالاخص فلاش بوينت او فلاش يعني شغل نيرد. شغل نيرد لازم تكون انت نيرد عشان تفهم. لازم تفهم ان الابعاد ليش ليش يصير مالتيفيرس ليش في ابعاد مختلفه لان كل بعد له ارتجاج او خلينا نقول ذبذبه مختلفه عن هذا. مثل يقول لك الارض كانت وحده صار وايد اوكي فصار كل واحد في ذبذبه فحتى الكهرباء ذبذبتها مختلفه فمن كذي قاعد يحس ان الذبذبه مختلفه فانت هني قاعد تقول لازم انا اصير يعني يفضلها اي مو بس يفضلها هو احس اي مختلفه اول شيء قال مختلفه بس قاعد يقول اي لايك ات احب شيء جديد إيه. ولازم تكون انت على قولتك نير او انهم مو شارحين بطريقه اخرى انا ما ادري اريد مستنى ثانك يو في سؤال قال لي اياه انا اي والله ليش ما لاحظت لاني طلعت الفيلم مره واحده ومن الحماس ما تركز شوف كذا ما نركز احنا ما نلاحظ صح طافتني شغله طافتني شغله شنو كان الموضوع الله يسلمكم كان سبايدر مان قاعد يتهاوش مع الكترو كان يطلع التراب اللي هو سان مان دافع عنه دافع عنه وش الطبيعي دافع عنه على بال سبايدر مان اللي هو بيتر بارك ايه اول ما طلع له كان شو يقول سان مان يا الله كان يقول له تذكرني يعني سان مان طلع له كذي مره واحده سبايدر مان هذا انا ماركو تذكرني طيب ليش اتذكرك ليش ما اتذكرك بالضبط ليش ما انا اعرفك اصلا انا اعرفك وردت فعل سبايدر مان مني كنا ادري كنا المخرج قال لك مو هذا بيتر مو هذا بيتر مو هذا المخرج ابيك تقول كذي عشان سبايدر مان يرد عليك انت مو قصدك انا سبايدر مان ها عيل انت منو المفروض المفروض شنو قال يطلع لك كذي ها بيتر شو انا لا 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 دير بالك لا لا اي شيء الافضل مو سبايدر مان يتكلم يطلع كذي هاي سبايدر مان او يقول له بيتر دو يو مين اي دونت نو يو يقول على الاقل سبايدر مان يقول اي دونت نو يو او الكلمه هذه اللي هي زين انت هو يو ار ان هو يو ار سبوز تو بي شيء كذي انه زين منو انت هذاك يرد عليك انا ما او الكلمه اللي قالها بالفيلم انا بنسر اي بس ليش قال يقول هذا انا ما تذكر اكيد سبايدر مان ليش ما يتذكر يعني كم سبايدر مان صح ما كم ذلك كلهم بعدين يدشون طبعا السجن وتبع هني يتهاوش مع دكتور سترينج لان دكتور سترينج لازم يردهم كلهم باللحظه اللي هم عرفنا انهم يعني ماتوا فيها او كيف هم يدخلون الحاله هذا مصيرهم اللي مات مات واللي ما مات كيف سبيدر انا هذه النقطه اللي ما يعني ما بلعتها وايد إيه؟ يعني ما اقول لك انه يعني حق اكس على فيلم مثلا ليش بيتر وايد متمسك لدرجه كنا اخوانه تفهم يعني اي يعني وايد, وايد متمسك يعني كانوا طاقينه ولا واحد منهم يعني اثبت لنا هو انا بريء انا شو لا ويدري انه ماتوا معناته طقهم يعني ماتوا اشرار اشرار يدري يعني لان ذكر لهم سان مان انه هذول ماتوا بالضبط ولكن هني اهم شيء اللي يصير اللقطه اللي هو هوشت دكتور سترينج مع سبايدر مان طبعا اللقطه اليونيك اليونيك الاولى الاولى لما طلع من جسمه اهم شيء انه سوينا مع بعض هذا عارفين انه هو الروح طلع ولكن لم يحين الجسم موجود صح ان النظريه ليش سبايدر مان يتحرك انت نظريتك شو انا قلت لك فكرت الوحيد التفكير الياني اللي هو اللي سافت التينكلز على قولتهم سبايدي سنس اي سبايدي سنس مان which is هذه مور لايكلي ان احتمال لان سبايدر مان عنده السبايدي سنس فالجسم
من غير سبايدر مان يدافع عن نفسه على طول وتشز هذه المبلوعه، ولكن لانه روحه طلعت بس روحه طلعت اي، ولكن في شغلتين صاروا غريبين. اول شيء دكتور سترينج استغرب انه شلون قاعد يتحكم، زائد معاها انه ذاك يتسبح ورد شلون المفروض ما يعرف ما يقدر هو يرد، او على الاقل عنده ماجيكال باور، لان سبايدر مان انت لاحظت انه واو اي فيل يعني كنا هموم الدنيا ان شاء الله ما ادري عوار العضلات موجوده او كنا صار اقوى او كنا صار ما ادري ما فهمت ودي يكون مارفل مفكرين بنظريه ثانيه ان سبايدر مان هذا يتطور الى شيء ثاني ما ادري بس انه هل بسيطه جدا انه لا بس لان سبايدر سنس بس يتغير يتحرك وما شنو بس غريب انه المفروض ما يتحكم بنفسه يقدر يرجع ما ادري يعني في مرات حل بسيط ما يسوونه يعني كان يقدر دكتور سترينج يحاول يحاول زهق يرده ما ليش عقده هذا هذا يخلوني انا اتعقد ليه تعرف معقول انه شيء بسيط كذي ودي يصير معقد اكثر انا ابي اتعقد مو مخي يتعقد اكثر انا الهوشه المعركه الحاسمه بين دكتور سترينج وسبايدر مان كانت وايد حلوه وش طبعا حق اللي ما يفهم اكيد دكتور سترينج معطيه مجال لانه يقدر يخبز ما يصير دكتور سترينج يخسر صعب جدا يعني طلعونا ان هذا لان الرياضيات اول شوف موست لايكلي نقدر نقول دائما لما واحد يكون وايد او بي وايد قوي مع واحد ضعيف يستخف لا وصح له يعني ما يبي يؤذيه اي فرق ما يبي يستخف شلون سوبرمان وباتمان يستخف باتمان ولا يقدر طلاق واحد يلزق بطاقه بالضبط فهو استخف فيه فسبايدر مان استعمل هذا الشيء استعمل ذكائه كاتمان جارد ايه كاتم الكيدار وصاده فنقدر نمشيها بالعكس هذه ممكن تكون حركه حلوه ان استخف حتى لما فاسي تحس انه صدق ياهل ايه تخيلين دكتور سترينج ايه تحس انه ما يصير فما لا نحاز على دكتور سترينج قاعد خسر خلاص انزين عقبها هني لما قال راح لهم حق اللي هم الفيلنز قال خلاص انا بساعدكم المشكلة انهم الفيلنز اوكي يلا مو مشكلة لازم يقولون اوكي اصلا هم بنفت بالنسبة حقهم ايه انه كنا قاعد يستغلونه ايه قاعد يستغلونه يلا ما شف زين هم قاعد يستغلونه هم طريقهم صح ولكن هو قطات الكترونات كان يقول له تحول لو هذا كان يقول راح اخليك فحمة يقول ما يقول اخليك باش اقليك اقليك ما زين نار زين انت مهما كان هذيلا فيلنز لازم ما تعطيهم امان زين ليش ما تروح مع الوحيد اللي ذكي يساعدك اللي هو الدكتور اللي هو ايه جرين جابلن اوز لانه هو اعتماد عليه هو ايه الاعتماد تروح تسوي او لا اسهل يجيب الجنطه كلها يجيبها هني او ممكن ما تنشال لا حتى لو حتى لو ما انشالت يقدر يطلع الدكتور هو بيسوي ريسيرش ويحتاج واحد عالم خلينا نقول اسوء الاحوال اوكي ما تطلعهم كلهم ليش قطعت بالعدل ما يصير انت تطلع الفيلم كله ما له داعي اصلا يعني تحسسني اوكي لا وجدوا ما منه داعي يعني دكتور يعني الكترو ما كان له داعي يطلع ما يحتاجونه ساند مان ما له داعي يطلع النقطه اللي جايينها عليها اللي هي شو اسمه الليزر السحليه ليش مطلعينه اذا انتم حابسينه تحت حابسينه بالسياره سبحان الله سبحان الله يطلع ما طلع الا بنهايه الهوشه لما انحاشوا هم لما انحاشوا انا قال الحين انا عيابه شقي سياره زين ليش ما انحش من البدايه؟ لا يعني شو طالعينه اذا انت حابسه اصلا سياره ليه حابسه سياره؟ ليش جايبينه؟ ليش حابسينه؟ ما ادري انت ما تبي يطلع ما ادري خله مكانه زين سؤال شلون يابو ورضا انه هو يعني تحس يلا يا رايحين رحله كلهم ركبوا السياره نوموا ما حد نام انا قاعد اعذر لهم قمنا نرجع يا رجع اوكي في سلبيه بالموضوع اول فيلم نوعا ما ممل وايد ناس من اهلي ولدي انا صراحه مليت صح يعني كان ممكن يختصر هذا البدايه هذه كلها تختصر في مقاطع ما لها داعي فهذا واحد من البوينتس اللي انقصت عندي انه في ملل بالبدايه صح. ساعتين ونص هذا تو ماتش يمكن ساعتين افضل بعدين بلش الحماس الصح فايت لما نصير القلبه بدايه اول شيء لما سبايدر مان اشتغل التينكر الفادي سنس اي هذه كان المقطع مرهق رهيب لا طيب طريقه التصوير كانت حلوه مهيب شلون ماشي معاه ايه كان حلو لدرجه ان انا قاعد احس اقول خف سبايدر مان صار لا وشلون طالع الكترا اول شيء اي تقول ليش كان طالعني اقول ليش كان طالع بدري وراه تحس هو طالع قلبه في خطر انا خاف المعركه مستميته خاصة الديزل مال دبليو دبليو اف
قاعد يلعب معاه مصارعه دبيب قاعد احس بالقوه حطك حلوه لما كان صعد فوق قاعد يطق بوكسات صدق لي وهله ايه اللي شاف الفيلم راح تشوفه مره ثانيه في المقطع اول ما قام يبكس ب هذا جرين جابلن لما طالع شوي مع لقطه الاضاءه كنا توبي ماجواير صح قلب وجهه صح اللي تعرف مخي مو كل توبي ماجواير لا صدق قلب انا حتى لما قلت لي صراحه قلب فحلوه فالمكان هذا حلو تمثيل اوزبورن ايه اوف لما انطق بوكسات لا. تعرف اول حيل اول بوكس لفويها ثاني بوكس عرف اللي طيب ترى كعمق شخصيه واداء اقوى واحد منهم هو انت شفته لما يتكلم عادي بعدين فجاه يقلب صوته تحس صار صدق كاركتر ثاني حبيبي هذا وليم دوفر الله والله تصير جوكر يا اخي ليش ما صرت جوكر والله ويك زايد واسنانه جوكر يا اسنانه ياو صدق بطلع جزء لو بعد فنان ذكرتني شغله اي بناء على الاحداث اللي صارت اي العلاج إيه؟ يعني عالج الحين جرين جوبلن شخصيات شخصيات إيه؟ إذا كلهم إيه؟ اذا عالجهم كان هذا المخطط اوكي راح يخرب عالمهم الصجي لان اصلا هم جايين بلحظتها بالله إيه؟ فاذا تعالجوا وردوا اللحظه اللي قبل ما يموتون خلينا نقول دقيقه ممكن يتعالج الموضوع بس هل يدمر عالمهم ما ندري ما اقدر اقول لك اي مو هذا خلاك قاب هني إيه؟ خلاك قاب غريب ما ادري ما ادري كانك يقولون بتطقق عالمهم اذا صج جرين جابلن قاعد تهاوش مع سبايدر مان قاعد تهاوش فوق فوق وينزل دور وتهاوش فوق أيه. وظلت نص ساعة اي تنزل عمته تنزل 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 باللحظة اللي وصلت وهم طيبين نزلوا قدامها تعرف اللي هذا المخرج عاود انت مستغرب من هذه لا تعرف اللي وايد بس خلاص سهلة الصدفة امرجنسي اكزت وهم ما طاحوا له باللحظة هذه ليش ما طاحوا من هم سووا هم ذي كريت ذير اون امرجنسي اكزت ترى سهلة جدا سهلة جدا ما يكون فيها اي عيب مو قاعد يتكافخون سوى الحركة ورد ينزلها للأرض وظلوا يتكافخون بالأرض فهي تش عليهم مو طبف شفت القنبلة انت؟ اي بس وخرها شوية شي لا هو مات ترى قنبلته ترى وايد قوية قوية وايد قوية انا استغربت قلت راح يتشوه انا على الاقل ولا شيء مع انه مع انه كم واحد تشوه؟ اوه هو بالجزء الاول توبي راحت بدلته مع انه مو يمه اي بعيده بعيده بس وولده هذا يمه اي طيب احترق اقول لك هذا اصلا يمه كل شيء انفجر عند ايده اصلا توم هولاند اعطانا اداء ليشين على تراجيدي اي الاداء كان قوي اقوى اداء حقه اي من كل تراجيديز اللي قبل صح زين حتى لما يعني بس الشرطه اوفر لما يجي الشرطه لك وضع الهابي هابي ولما رمى سبايدر مان ايه بس خلاص انت مجرم خلاص زين انت مو قاعد تشوفه قاعد تهاوش مع احد ما ادري لا كلكم مجرم هذا هم ترى باتمان صارت عادي ما تفرق الشرطه شيء حشاك صارت الشرطه مالتهم مات الافلام وتخلفها دائما 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 يجون اخر شيء رفيج سبايدر مان من الغافني ند زين يعني مو رئيس زين ان عنده ماجيكال باورز الحين واحد ينط عليه نواف هو قال اصلا بدايه الفيلم انه عنده قالها بطريقه كوميديا جدا قالها بطريقه جوك اصلا حتى ضحكوا عليه حتى الناس قال روح المستشفى زين راح المستشفى فما في واحد يفكر مع انه اوكي طلعت لقطه ان سيكارتين بالطوفه بس راح يجيب بالي نينجا ما يجيب بالي ان هذا ساحر فشلون دكتور سترينج اللي قاعد كم شهر هو يتدرب وايد عشان يسوي كذي وما تضبط هذا الحبيب بطل روح لا مو مره مرتين المهم احنا نتكلم عن اقوى من اقوى اللقطات لما طلعوا هذه انا كان مفروض كان عندي رياكشن لما نسوي كذي وطلع سبايدر مان من بعيد تعرف اللي قاعد اقول جارفيلد ما صرت اول شيء بس تكفى من كمبيوتر تكفى من كمبيوتر تكفى من كمبيوتر جارفيلد انا ما صرت مع ان ترى هو مو ماي فيفرت كلش يعني انا مو حاب لاسبابي الخاصه زين ولكن فيه هم مقاطع حلوه الفيلنز مالته ضعاف القصه مكرره على ما في شيء بس هو طويل وايد مو راكب كسبايدر مان بس ان اداءه حلو وخاصه موضوعه مع جوين هذا كان موضوع يعور القلب يعور القلب فظهوره كان وايد حلو بهالفيلم حتى الكوميديا اللي صارت بس هم نوعا ما جزء من الكوميديا سخيفه صح ما تيهال اطق صمونه شنو صح يعني صدق ما تضحك تسوي لا لا سوري يعني شو مسوين ما تنسوي اللقطه اطق بصمونه يعني ترى مو داشين فيلم احنا باور رينجرز لا الحماس مالي بس خلاص يعني اوكي ما يبالي
الشيء اللي بعد. صح الشيء اللي بعد خلاني ناقص. بس سويت كذي انا كذي لا لا طلع هو مو سبايدرمان طلع هو ليه تكفى توم هولاند لا تعور قلبي انا راح اعور قلبي ولا يطلع واحد لابس بنطلون لا لا الشاب طلع نواف انت لاحظت الشاب طلع ابتسامه مالك اي 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 توبي ماجواير لا نواف حرفيا احد الناس يشكون فيني طلاق لا لا ردة الفعل لا لا نواف شفت لما طلع شلون كنا يدري I'm the most famous spoiler مارتس شفت الثقة اللي طلع فيها حماس لما كنت بالسينما مع الأهل مع الناس حماسهم مو طبيعي هذا يدل إن الناس تموت على توبي ماجواير إيه صدق تحبه وايد لأنه وايد سبايدر مان جسد سبايدر مان إيه سبايدر مان خلاص أول فيلم يعني حتى لما تيجي أي واحد شاف سبايدر مان تقول له أي فيلم راح أذكرك ولا ثلاث أفلام على طول راح أذكرك ولا ثلاث أفلام على طول لأن صدق صدق توبي سواها صح ولما يضحك ما اي ضحكته هذه مع انك بيت ورا الرجال 46 ما ادري كم لما راحوا حقه لان نوعا ما سبايدر مان يعرفون وين انا الجا وقت الحزن فعرفوا وين وحلو حلو كونكشن لما الحديث الحوار صار يبين لك انه ترى في تقارب بحياتهم طريقه ولكن لان هم ما حاسين فيه بالضبط بالضبط اسكتوا خلوه يطلع الجلطه صح انت هني قلت لي شيء زين ليش يقنعونا ليش كي يقنعونا يضلون خرد يبقى خرد احنا نجاب مشاكلنا ليش كي يقنعونا انا قلت لك إيه ما قاعد يقنعونا اقنعتني انت اقنعتني ان قاعد يطلعونه من هال هو مكسور يبي يحلون المشكله انسان مكسور لانهم هم انكسروا وما حد ساعدهم ما حد ساعدهم فهو مكسور لازم نعالجه لا نخليه ويمر مثل ما احنا مرينا فيه بالكآبه بالاكتئاب يذبح احد بالغلط شيء فخليه يفرغ بعدين كل واحد ذكر موقفه هني مثل ما تقول تراجع صح قام يفكر شويه والكيورد قمت احس لما قال مع كل قوه عظيمه هذه الجمله الكوت المعروف اللي with great power comes great responsibility هذه الجمله يعني انا بالنسبه لي حتى وسخه كنا كي بالنسبه لي حجي لما اقول مارفل مخي يروح على طول سبايدر مان لما يروح سبايدر مان تروح الجمله على طول فسبايدر مان بالنسبه لي نمبر 1 مارفل بلا منازع خاصه زين فهذا المكان وايد وايد مؤثر هذا يمكن من احلى المقاطع المؤثره بعالم مارفل كله بالنسبه لي هذا ان حسيت بتقارب من شخصيات مع انهم بابعاد مختلفه مو واحد ساكن بوحليف واحد في عين لا ابعاد مختلفه اماكن ما لها شغل ببعض ولا حتى بدوله بدوله لا انت قاعد تتكلم عن نفس سبايدر مان ولكن بعد مختلف شوف شلون احترموه قال عقبها كل واحد قال له موقفه ما قال له يا معود انا صار فيني كذي شغل كوتي لا لا كان يقول انت طقيت انا ابغى اموت تعرف لهم شيء ماي انكل هاف دايد ما شفت شيء يقول يقولون كانه ذكرتنا بالكذي ذكرتنا بكذي هذاك كان يقول ماي ام جي نوت يورز ماي ام جي اي لوست ات اللي هو جوين هذه كانت طبعا من اقوى لقطات جدا اللي اثرت فينا طبعا انا مع انه يعني صدق ما حبيت يعني amazing سبايدر مان ولكن هذه لقطة صجها يعني كسرت فالكيمستري أو اللي هو كلامهم سوالفهم مع بعض ونيسة جدا ولكن بس يطلع هذاك خرب الدنيا بس يطلع هذيك اخترب فهني أعيد هذيلة سيئين بعالم سبايدر مان هذا لا معطينا كوميديا مثل الناس ولا معطينا أداء مثل الناس صح. أنا هذه مشكلتي ترى بغض النظر قاعد أقولكم أنا رأيي كذي والريال نفس الشيء إن هذيلة لا يضحكون صح لا يقنكتون صح وحتى لما يتكلم مع واحد كمان لا يعني حتى ام جي قبل ما كان كذي الافلام قبل ما حتى كافي ام جي خلينا نتكلم شوي خارج عن موضوع تقاليدنا احنا ام جي هم على اساس بوي فرند جير فرند يعني هذه بنت لازم نعجب بنت هي رجال اكثر منه تبي التهاوش تبي انت تعال حتى لما عطني انا اقضب دير بالك تقول حق السحليه شيء حتى السحليه خاف تعرف لي هو يقول راح تسويها اي ترى سويها حتى السحليه خاف تعرف لي يا حبيبي في فرق بين انثى قويه وهذه يمكن هو ما يحب يمكن يحب الجامد في كوميديا او نكته انقالت واحد من المتابعين قال لي عنها خلاني افكر ولكن لما ذكرت حق طلال قال لي صح مو راكبه لما سبايدر مان يذكر رفيجه سبايدر مان توبي ماجواير توبي ماجواير ايه يتكلم مع الوند لمتين رفيج توم هولاند ايه. يقول له
كان عندك صديق، يقول إيه كان عندي صديق مات بين إيدي بس بعد ما كان يحاول يقتلني. Which is بالحقيقة غلط. مو كذي. صح. وحاول نقتله صح ولكن صار رد رفيجة. صح. ومات بسبب فينوم. رجاء الجلايدر. صح. فما يصير تقول إنه هو مات من إيدي بعد ما حاول يقتلني. صح. أنت قلت هالجملة بس علشان يصير النكتة اللي النكتة اللي عقب. إيه؟ بس. إيه؟ خدمة النكتة which is اللي قال لي هالملاحظة ما أعتقد صح. فهذه كانت نقطة سبيلة. كوميديا ما داعي. ما داعي. لا أصلاً ما يصير حقرت المشهد. إيه؟ اللي صار. إيه؟ على فكرة أنا أحب سبايدر مان الأولاني واحد من أسباب إن أنا حبيت أكثر من الباجين هو يطلع الود من هني. من إيده. ما يحط طلقه خلص. إيه. ويسمعون ويب. which is بالكوميكس أنا أدري أميزنج سبايدر مان كذي والمفضل والأساسي مال ستانلي هو كذي ولكن أنا أفضل هذا فهني صار الحوار حقيقي لا الحوار حلو يعني إيه حلو هو اللي قاعد يقول أنا قاعد بأخذ أنت صنعت هذا كان يقول له سوت كان يسوي كذي كان لا العجيب أميزنج سبايدر مان ردته فنانة هي يطالع ايده على وين طلعت اميزنج قال في قصده لما يطلع على ايده طلع الله والله احس ان لا لا بجد عجيب هني حلو زين ولما يتكلمون شنو اكثر فيلنز باريتوهم اي صح هذاك درينا من دارينا صح الثاني يقول لما باريت الين اسود الين اسود كان هذاك يقول انا بعد باريت الين بس بنفسجي فوق بالفضاء وبالارض تستانس جارفيلد مسكين حس قيم قلة قيمته صح ما ما باريت لا باريت روسي باريت واحد روسي هني تبدا طبعا المعركه عجبني وايد تعديل الكبير على الكترو صح ديزاين الكترو انا بحط لكم اياه هنا طبم شفتوا هذا الديزاين انا كنت ابي هالديزاين فسوى الحركه وايد حلوه اللي لاحظ الكهرباء قاعد تطلع صارت نفس وجهه صح نفس وجه الكلاسيك لما قلت لك انا شفت الديزاين حلوه وايد حلوه حلوه زين طبعا ليش ما اللي يعرف شيء والمعركه طبعا شيء طبيعي وايد افلام وهذا لما يتكلمون لما نكون ربع تهاوش بالبدايه اول مره بس الربع صح نكون اوت اوف سينك ما راح نتهاوش صح مو فاهم شلون نأدي بعض وطبيعي كان حلو يعني طبيعي حلو. حلو. لا لا حلو. حلو لا لا هذا طبيعي ما يصير من البدايه انتم فاهمين كل شيء فبعدين عجبني انت سبايدر مان 2 واضح الاجزاء واضح الاجزاء انت 2 انا حسب انا 2 لا لا انت 2 انا 3 تبي هذه فيلم نرد على موضوع ان شلون صار ساحر ايه؟ زين اوكي لما سويت كذي ما عرفت تردها الا انا ما اعرف هو اصلا ما حتى ما بي لون شلون عنده القدره اصلا يسوي كذي بس اكتشفت شي بروحه وش معنى الحين ليش ليش انا قلت لك اياها قبل الفيديو واقول لك اياها الحين انطر مسلسل من السمر او فيلم ذند ذند خالصين فيلم مسلسل جاي ثمان حلقات ذند راح يشرحوا لك اكيد بيشرحوا لك بالفيلم شلون صار وشنو البطولات اللي بيسويها يعطي القوه منه طبعا دكتور سترينج يعطي القوه ويصير هو بدايه ويدربه راح يدربه منه في بين الماستر واضحه صح صح اتذكر هاللقطه وتخيل شكله عشان اللقطه هذا تصير ترند فكرت اكتيفيوس هني طبعا ساعدهم طبعا نوعا ما اقول ما يصير خون فيهم ولكن كانت حركته حلوه انه هو يعني مثل المكون غش عشان يخون عشان يقدر يمسك هذا يقدر وقدروا عليه طبعا حلو جدا ان الشخصيات اللي كانوا مضيق خلق انه مو طالعه اللي هو ساند مان مو طالع الممثل وليزرد مان مو طالع الممثل قلت سوالف تعرفون البادجت وايد ترى قاطين فلوس فما نقدر نقطع حق ممثل يطلع كامل بس الفويس فاخر شيء طلعوه which is يعني زينه حلوه انه طلعوهم صح يعني طلعتهم حلوه صح يعني صح ماشي على البادجت ولكن طلعتهم حلوه طبعا عقب ما تكنيكلي دكتور سترينج وصل وخلاص وشاف احتوى الموقف احتوى ها وبيتر وصار وكل شيء وكل عالم اي بس اقنعوه اي قال له لحظه انطر الكل انا خلاص اور بلانز يعني ماشي صح اي ماشي صح فجاه كالعاده يطلع لك جرين جوبلن من العدم ويطشر الدنيا ويطشرهم كلهم بالغنابل وحركه القنبله نار داخل بادي خدعوها خدعوها ويصير السين اللي عيطك عيطني لما صار انفجارات وهذا وكان طيح انا قلت له انا قلت لكم ان اقوى لقطه تريل خدعنا تريل خدعنا هذا اقول لك مره ثانيه برافو على تريل خدعنا ان كان مضايقني ان كان سلبيه طبعا كان سلبيه دعايه مطلعين ان توم هولند
يغلدون لقطة أميزنج سبايدر مان لما إنه جوين تطيح صح يغلدون لحقها يروح يلحقها ناخر شيء وهذاك يكون نو أو شيء يطلع وراك مين غلده صح فهذا كان بيج نيجاتيف ولكن صدمون حقيقة إنه توي بياخذها كان ياخذ الجرين جوبلن بالضبط كان من اللي حبينا ترى أخ لا لا شفت الرياكشن شفت لما طالعها أصلا رد بدون تنطق أطلع حدا بنفسه أوه حدا بنفسه وشون لحقه وصادها يا الله لما نزل يا الله يا جماعة أنا دمعت شو شوفوا يا جماعة تركوا عنكم إن إحنا ندقق وما ندقق أبي أي واحد عنده الفيلم أو نزله أو whatever يطالع اللقطة يعيدها بالضبط لما وقف علينا لا طالع عن جاي طالع وجهه طالع وجهه شوف وجهه يخرب بيته لما والله 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 شوفوا خل اقول لكم معناته شنو اوف اقول لكم معناته شنو هو حبيبته ماتت وذكر هذا الشيء بالفيلم قبل المقطع هذا فلما انقذ ام جي مالت سبايدر مان الثاني باللحظه اللي نفس ما اللي خسر فيها وين ماتت تعرفون اللي يحس كانه عالج جزء من جرحه صح صجع ورا قلبه ولكن جزء من هالجرح عالجه صح انه قدر ينقذ انسان من نفس المصير ونفس الفكره نفس كل شيء هذا وجهه ودك تعرف يعني مشاعر اتوقع بلا منازع لو تدش داخله مشاعر تسوي كذي شيء قاعد تسوي مشاعر بلا منازع تذكر هذيك فرحان أقوى. زعلان كل شيء اقوى لقطه بالفيلم صح الفيلم هاي اللقطه كامل أقوى. لا وتمثيله خدم المشهد صح يعني والله العظيم طالعه كمان شنو هذا توبي ماجواير لان نحبه فطالعين وحابينه ولكن اللي ادى اداء اقوى اداء سبايدر مان جارفيلد يعني ما اقدر اتكلم جارفيلد صح والله ويجيك جابلن مره ثانيه جابلن وينزل ويطيح وتصير المعركة على صحن المنتظر على صحن على صحن كابتن أمريكا بس لما قاعد تهاوشون لاحظت إن توبي ماجواير قاعد يقول حق جارفيلد إيه هزت إيه إنه قاعد طالع يعني إيه خلي بس ما توقع كلش ما توقع إنه جرى يسويها هو بغي يسويها هني يدل إنه ليه الحين توم هولاند ياهل ما عنده موضوع إنه حكم الإنجر عنده حتى الحين مع إنه قالوا له شنو الغلط مالهم ان سووا ما حسوا ان تدمروا صح. بس هو الحين ياهل ما ظن نضج متى نضج طقه عقوبها على طول لما حكى إيه؟ يا الله هني توم هولن عقب هذا المقطع اي لحظه سوري قبل هذا طعنه تعرف واضحه اللقطه تدري كم فيلم كم مسلسل دائما تحط لك الكاميرا كذي واحد قدام واحد ويكون زاويه هذه الكاميرا كذي دائما هذه ينطعن او انت طلقة المشكله الناس اللي تقعد معانا طالع فيلم دائما يقول لهم راح يصير كذا ما يصير معك الموقف هذا لانه وايد جرات لانه بس هذا هوليوود خلاص بس مشكله احنا قمنا نتاذى من الموضوع ايه لما نقول حق اللي معانا بس عاد تحرك الفيلم خلطه ما شنو ما عجبك شيء وذ كريت باور كمز لا تتحمل مستحيل توبي ماجواير يموت لسبب اساسي لانه راح يصير تركيز عليه هو صح يصير فيلم كنا توبي ماجواير ذكرى حقه شلون ايرون مان ينهي اللي صار كله هذا الفيلم فلا لازم ما يموت فاوريدي خلاص هني انا عقبها على طول لما قرر توم هولاند انه ينسي الناس لمصلحتهم صح هني توم هولاند كبر وايد هني صار سبايدر مان اللي كبر اللي بجارفيلد توبي ماجواير كبروا من اول فيلم هني هو كبر تعرف الاسد بلغ كنا الاحداث تقول لك لازم تكبر خلاص فيس ات بس لازم تكبر لازم الدنيا قاعد ايه هني راح حق دكتور سترينج قال له نسي كل شيء نسي الكل ولكن هني النيجاتيف الثاني انت لو حطك اللي هو ليش قاعد يقنعنا لا برغم ان هذا كان دكتور سترينج اول شيء لما يقول خلينا ننسي الناس زين طبعا هو هني توم هولاند لا ننسي شلون عمتي حبيبتي تقول بس ذبحتنا خلينا ننسون عادي زين شلون بعد ما تشوف الدمار العالم صح قاعد تشوف دمار قاعد تشوف كلابس قاعد تشوف مالتيفيرت قاعد تشوف السحر قاعد ينقلب على خلاص فما في لها الحل شلون تغير نظريتك شلون تقول بس بيتر الناس راح تنسى اوكي خلينا تنسى ليش تبي تردده
اي وايد معطيك تشويس زين ليش اعطيته التشويس لازم تنقذ الموقف اخذك مو يقول لك كذي ار يو شور بس كافي لا تقعد تقول لي اي انك خاص يعطيك عشان عشان شنو ليش يقول هالجمله بس تقتنع انه هو مقتنع اي بس مقتنع مقتنع انت خلاص مو بس راح ينسون راح ينسون كل شيء ليش ما يصير هو ما سوى بالاداء اوكي بس قال له لو هو صج طفل صح كان قال خلاص هونت او اي وات كان اي دو لازم صح اي صح لا صح. كان بار. لا قال خلاص سوى لا سوى خلاص حتى لما رجع سلم عليهم خلاص فيسك حتى هو قال له قال خلاص روح ودعهم عطاه مجال انه قال روح ودعهم اي عطاه التشويس هذا خلاص اخر شيء انه يبي يحاول يردهم لانه هو وعد ميشيل انه يرد بحياتهم ولكن هم من اعيد واكرر انه هو لانه مخه بلا كبر صح. فهم المصلحه والمسؤوليه ان الافضل انهم يدرون عشان يقدرون يعيشون حياتهم لان ليش القهوه اي لان ام جي نفسها ميشيل دائما هي سلبيه دائما تقول خلي ما اي دائما دائما لا تتفائل علشان ما يخيب ظنك بخيبه الظن فهي لا متفائله فتعرفون اللي داخله جاي يقول واو شكلها شيء احسن اي إيه بالضبط خلاص هني خلاص وشوف لا وشو يطالعها شكلها هني عجبتني شخصيتها اي حلو شفت عقبها ركبتها بسبايدر مان اللي ابي صح لما لبس بدله جديده صح واخيرا خيط صح واخيرا فكانت هذه نهايه فيلم سبايدر مان اخر شيء طبعا اللي هو 2 اند كريدت ولكن بالنسبه لي 1 اند كريدت صح 1 تريلر كان وايد تريلر اول اند كريدت هم ما له داعي انت تزعلون غبي ما له داعي ما له اي داعي صح هايب انتم سويتوا لنا اياه يا ديزني بالفيلم الاولاني مال فينوم 2 سويتوه علشان نربط فينوم معاه ليش عادي هي فيلم بعالمه ولكن خلنا نستفيد لانه صار اوريدي في باك ستوري واوريجن خلنا يشبكون وهاي لا اصلا يعني حتى تحت فينوم شخصيه فينوم دائما يحاول يطق القوي وياكل ويبي واحد عشان يصير معاه احلى وعارفين اصلا الفايت يشوفه قوي يروح لهم اي المفروض مو رايح مو رايح المكسيك زين وبعدين شنو يعني بالجزء اللي قبل اذا ركزتوا على اللقطه مال الكارنج انه هو لما شاف التلفزيون عرفه اي زين شلون عرفه طبعا هني نظريه هذه النظريه اكيد صح لانه هو لان العوالم اللي تعرف بيتر باركر قاعد دش بهالعالم صح فليش يدش فينوم اذا اوريدي في فينوم صح وانتم لازم تعرفون ان السيمبيوت فينوم اي قطعه تنفصل منه او اي فينوم ثاني اسم ثاني كلهم يتصلون تواصل واحد إيه؟ يسمعون بعض يعرفون بعض ذكريات واحده صح زين ممكن خاصة لما يكون هذا فينوم نفسه فينوم صح اي نفسه يكون نفس الفينوم نفس الفينوم فما له داعي يكون فينوم صح فعرفه هذا عرفنا كارنج الفكرة مالتي انه ما يصير ليش سويتوا هاللقطة هذه عندك كريدت مال فينوم تحسه يعني ما له داعي كان هايب من الاساس صح وهني تركيبه غلط بين قوسين سي سي احتمال قصدهم انه بيدخلون فينوم جديد فينوم جديد ندري اوكي عرفنا من هني احنا درينا انه في اجزاء جديدة او على الاقل سوى عقد مع فيلم فيلمين وفينوم اي عالم قعد؟ عالم توم توم وجز هم يضحك ليش ما اختفى معه؟ لان القطعه فعليا ما طلعت من ما في شيء هو اختفى اصلا كجسم أوكي. يعني على قولتك مو نتشن دايمنشن سحبه إيه؟ اللي مثلا طارت قطعه مثلا إيه؟ غريبه سجل قطعه انتبهت انها طارت اي المفروض كل شيء اختفي كل شيء اختفي لانه ليش اختفى هو ليش بس قطعه ظلت؟ ما ادري بيجر هو نسى؟ ما ادري ما الواحد سحبه في تله؟ ف يعني المفروض بالنسبه لي توبي ماجواير بما انه هو لا اتصال مباشر مع فينوم هذاك اللي يعرفه يكون لان بالمستقبل ما مات فينوم لما الحين مع عالم توبي ماجواير يكون متعلق بجوديه تكامون ملابسه يكون عنده شيء حاطه ايا كان المهم انه ارتبط معه يا بس مو بهالطريقه انا ما عجبتني صح حط ف مقطع محطوطه خلاص بين قوسين المخرج عاوز كذا بس اخر شيء اللقطه مو تعتبر التريلر كثر ما هو تريلر كانه معطينك تريلر جديد مبكر اي ترى شوف واندا وشوف لوكي وشوف ترى كني بيروح عالم ما ادري وين لما طلعوا القعده هذه شنو هذا عرفته يعني يحدث لك تحديثات بس يعني الهدف الاساسي تريلر بس الدمار مالهم ترى كانه افنجر اي وايد اوفر طبعا ايفل دكتور سترينج هذا هذا القوي الوحيد بالاندكر اي تعال
تذكرت هذين نسيت واحد شنو الكرتون وات اف ايه. ترى الدعايه الاخيره لما توقف لقطه تلقى وايد شغلات وات اف تعرف انا اللي محته بس ما ركزت على الشعار انا اصلا انصدمت لما انت ما انتبهت وانا ما اقول لك وات اف كان يقول لي لاحظت انت توين قبل ساعتين لاحظت اقول لك انا لاحظت من اول شفته مو اقول لك انا بس يمكن عشان سينما ولويا وبعدين تعرف اللقطات بسرعه صاروا وات اف بس ما انتبهت ان شعر لما انت ذكرت كان ما شلون ذاكره اشتغلت وذكرت وات اف فاقول له وايد شغلات طالع عشان طالع دكتور سترينج لا ذا نيد ذا نيد لا ننسى هذا لازم حقوقنا هذا حقوقنا للحين ما سموه الفيلم ايه. حقوقنا احتمال ارفع قضيه على بس خرف التجاره ايه انا بروح تجاره طلع ذا نيد ثبت ذا نيد سويها لايسن شيب باي والله خلي هني السينما ما يفتحون فيلم ذا نيد الا موافقتك تخيل مارفل ديزني يقول لنا يعطونا مليون يلا اعطونا ترى رخيص 20 ريال ما ترى رسوم بسيطه صدق والله ما يحب والله كلمه جد والله يلا والله التجاره يقول لنا بالاسم هذا يصير حقوق خلنا بالكويت دنت اخاف حقوقنا خياس ما له فايده برا بالمو شيء خلينا نسم دنت راح يصير فيلم احتمال هذا مسلسل راح يكون دنت وراح يطلع لك على شكل عدنا ومن المدرب ماله لا البيبي واضحة ما فيها والماستر ودربوا تلقاهم قاعدين كذي طبعا دخلت في المديد ايش راح يكون؟ ويقرعونه راح تلقاه قاعد مقرع ويضعف يسوي كذي يصير عجيب والله العظيم شوف ايش اللي صار؟ راح ادمر الانستغرام انا الفيديو شهر مع التاريخ حط مع التاريخ ونخلي ترند بس والله سبونسر وندفع له سبونسر بس بالضبط بس انا مو فهذا كان الفيديو ان شاء الله طولنا عليكم ما ادري طبعا انا ما سموح اطول عليكم بس هذا راينا قاعد نحاول نعطيكم اياه لازم نعطيه حقه لان صح. الفيلم يستاهل. هذا اللي يستاهل اوسكار لا اند جيم يستاهل ولا بيج بانثر يستاهل اكثر من هذا يستاهل تناقش حسناته كان تجربه ممتعه صراحه من طالعه اقدر اقول يمكن احسن فيلم 2021 بالافلام اللي نزلت الحين واغلب افلام مارفل صح اذا مو لا 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 طب. اذا مو كلهم اذا مو كلهم مو كلهم صح لأن... على المستوى هذا فرق وايد شاسع واجين اللي عنده ملاحظات يبي يكتب الكومنت اكتب الكومنت مو معناته احنا كلامنا منزل او احنا كلامنا صح 100% ممكن يكون عندكم ملاحظات تعدل حتى معتقداتنا احنا بالشيء هذا مو غلط لكن هذا وجهه نظرنا بناء على خبرتنا قاعد نقول لك اياها ونسولف معاكم لاكثر ولا اقل ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو يعطيكم العافيه معاكم طال نواف انشين رويال جيمز شكرا وولفرين وذ شنو وذ جريت باور كمز جريت ريسبونسبيلتي ما اردك يلا ايه يلا زين قصها نواف حطها قبل اوكي مشكله فتوي صدع بالي نواف